من دول الاتحاد الافريقي بتقود قافله الاتحاد الافريقي وقافله الدول العربيه. احنا كنا مهمشين. شوفوا حجم التحديات اللي حوالين مصر من الغرب في ليبيا بيحطوا الدواعش هنا شكلهم ايه؟ في الجنوب وابتعاد قضيه حلايب وشلاتين التحديات كبيره. على المستوى الصحي يكفينا فخرا للرئيس انه عمل مشروع فيروس سي، ومصر كانت من اعلى الدول اللي مصابه بفيروس سي، وكفر الشيخ من اعلى المحافظات اللي مصابه بفيروس سي. الحمد لله بقى كل يتعالج وبقينا مصنع العلاج المضاد بتاع الفيروس وتصدر للخارج. انا مش عايز اطول عليكم، الانجازات كثيره، لكن انا كل اللي طالبه ان احنا يوم الانتخابات 3 ايام بتوع الانتخابات ننزل نشارك مش اكثر من كده، عشان يبان الشكل العام العالمي قدام الناس بشكل يليق بمصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمه الله. بيتكلموا في الانجازات عشان كلامي مش مجروح، بس انا بقول للمصريين انتوا بتصنعوا التاريخ في الفتره الحاليه، واحنا بنشيد باعلام وانجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكرا لكم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ومع الكلمة والأستاذ الحسين الفتاح المنسق المساعد والمتحدث الرسمي للحملة. السلام عليكم. طبعا الحمد لله الحلول كويس جدا ما شاء الله، بس لفت نظري الوعي الموجود عن السؤال اللي انا عجبني من كلام محمد عطية، بيقول لكم مش لراجل الدعم، مش لراجل الدعم الوطن، الدعم لمصر. لفت نظري مش الحاج الراجل الجميل الشيخ سالم السالم واعي وحافظ الامر لما بيقول الاحتياطي 41 مليار و2 من 10. ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر ان الاحتياطي النقد